بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الثاني الثانوي بمدارس الأوائل الخاصة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد لي ويشرفني أن أقوم بتدريس مادة الفيزياء للصف الثاني الثانوي. أول حصة وأول درس نبدأ مع بعض نتكلم عن الموجات، والموجات طبقا لمنهجنا يبقى أول باب فيه في الحركة الموجية، والتاني الصوت، والتالت الضغط. هنتكلم النهاردة عن الحركة الموجية. الحركة الموجية احنا عندنا الموجات دي اضطراب اهتزاز بينتقل في الأوساط المادية وغير المادية. إذا كانت تنتقل في الأوساط المادية وغير المادية طبقا لأنواعها، هناخد أنواعها وناخد خصائصها وهنتعلم منها يعني ايه موجه، يعني ايه سعه موجه، اذاعه موجه، تردد موجه، طول الموج للموجه، انواع الموجات، انشاء الموجات وشروطها وكيفيتها وبعض الظواهر الحياتيه اللي احنا بنعيش فيها. لما تيجي تبص على سطح الميه وانت بترمي حجر في بركه ميه، اتفرج بص على الصوره، شايفين الصوره واضحه قدامنا، تشاهد اضطرابا على شكل دوائر يكون مركزها موضع سقوط الحجر، وينتشر الاضطراب الى ان يصل الى جوانب البركة. وكمان عندما ترمي حجرا في بركة ماء تشاهد اضطرابا على شكل دوائر يكون مركزها موضع سقوط الحجر، وينتشر الاضطراب إلى أن يصل إلى جوانب البركة. ومن هنا نقدر نخش على تعريف الموجة بأكثر من صورة. الموجة هي اضطراب، اضطراب يعني اهتزاز، اهتزاز يعني لخبطة. الموجة هي اضطراب، حركة اهتزازية، ينتقل في الوسط هذا الاضطراب، ينتقل في الوسط باتجاه معين وسرعة معينة. أو ممكن نقول عليها هي اضطراب منتشر يقوم بنقل الطاقة في اتجاه انتشار، أو هي الاضطراب أو الحركة التي تحدث في الوسط عندما يتحرك كل جزء من أجزائه حركة اهتزازية تسري بالتتابع من نقطة إلى أخرى. بمعنى إن الموجة اضطراب ينتشر وينتقل وينقل الطاقة في اتجاه انتشار. أنواع الموجات، نوعين من أنواع الموجات. النوع الأول اسمه الموجات الميكانيكية، والموجات الميكانيكية بتحتاج لوسط مادي، والوسط المادي زي الصلب والسوائل والغازات، وسط مادي خشب، وسط مادي سائل مثل الماء، وسط مادي هواء اللي احنا فيه. يبقى الموجات الميكانيكية وهي التي تحتاج إلى وسط مادي لانتقالها مثل الموجات الصوتية وموجات الماء وغيرها. تاني نوع الموجات الكهرومغناطيسية، الموجات الكهرومغناطيسية وهي التي لا تحتاج إلى وسط مادي لانتقالها مثل موجات الضوء وغيرها. يعني لا تحتاج إلى وسط مادي، يعني الموجات الكهرومغناطيسية تنتقل في الأوساط المادية والفراغ. الموجات الكهرومغناطيسية تنتقل في الأوساط المادية والفراغ، والموجات الميكانيكية تحتاج إلى وسط مادي. الموجات الميكانيكية تنقسم إلى نوعين، موجات مستعرضة، والموجات المستعرضة لاحظ الشكل اللي قصادك ده، قمة قمة قاع. الموجات المستعرضة وهي اضطراب تهتز فيه جزيئات الوسط باتجاه متعامد على خط انتشار هذا الاضطراب. الموجات المستعرضة هي اضطراب تهتز فيه
جزيئات الوسط باتجاه متعامد على خط انتشار هذا الاضطراب. يبقى الموجات التي تهتز فيها جزيئات الوسط حول موضع اتزانها في اتجاه عمودي على خط انتشارها بنسميها موجات مستعرضة. الموجات المستعرضة اضطراب تهتز فيه جزيئات الوسط باتجاه متعامد على خط انتشار هذا الاضطراب. تتكون من قمم وقيعان. قمة وقاع. تمام؟ ثانياً الموجات الطولية. الموجات الطولية هي اضطراب تهتز فيه جزيئات الوسط باتجاه موازن لخط انتشار هذا الاضطراب. فتتكون من تخلخلات منطقة تتباعد فيها جزيئات الوسط الممتدة عن بعضها وتضاغطات منطقة تتقارب فيها جزيئات الوسط من بعضها. الموجات الطولية هي اضطراب تهتز فيه جزيئات الوسط الممتدة حول موضع اتزانها الأصلي في نفس اتجاه انتشار الموجة. زي ما احنا شايفين حركة الموجة في الاتجاه ده. عندنا تكون الموجة من تخلخلات وتضاغطات. تخلخل لمنطقة تتباعد فيها جزيئات الوسط من بعضها. تضاغط منطقة تتقارب فيها جزيئات الوسط من بعضها. الموجات الكهرومغناطيسية. الموجات الكهرومغناطيسية هي عبارة عن اضطراب لمجالين متعامدين أحدهما كهربي والآخر مغناطيسي. فموجة كهربية وموجة مغناطيسية، مجال كهربي على مجال مغناطيسي متعامدين على اتجاه انتشار هذا المجال بنسميها موجة كهرومغناطيسية. وزي ما احنا شايفين عندنا مجال كهربي لونه قدامنا أصفر، مجال مغناطيسي لونه قدامه ازرق، الاثنين متعامدين على بعضهما والاثنين متعامدين على اتجاه انتشارهما بيكون لي ما يسمى بالموجات الكهرومغناطيسيه. وبرضه هي موجات مستعرضه لا توجد الا على صوره موجات مستعرضه تتكون من قمم وقيعان، وطول الموجه هو المسافه بين قمتين متتاليتين او قاعين متتاليين. وطول الموجي هو المسافه بين قمتين متتاليتين او قاعين متتاليين. انواع الموجات، ملخص بقى سريع كده، رسم التخطيط اللي قدامنا بيوضح ان الموجات ميكانيكيه مثل الموجات المائيه وموجات كهرومغناطيسيه. الموجات الميكانيكيه وهي التي تتطلب وجود وسط مادي ولا يمكنها الانتشار في الفراغ. الموجات الكهرومغناطيسية هي الموجات التي لا تتطلب وجود وسط مادي وتنتشر خلال الأوساط المادية كما أنها تنتشر في الفراغ. الموجات الميكانيكية توجد على الحالتين، موجات طولية مثل موجات الصوت، وموجات مستعرضة مثل الموجات التي تنتشر في الوتر والموجات المائية على سطح الماء. الموجات المستعرضة هي موجات كهرومغناطيسية لا توجد إلا على صورة واحدة فقط وهي الموجات المستعرضة. مثل موجات الضوء، موجات اللاسلكي، الأشعة السينية، أشعة الجاما، الأشعة تحت الحمراء، موجات المايكروويف. تتميز موجة عن أخرى بإيه؟ تتميز الموجة عن الموجة بثلاث كميات إزاي؟ أول كمية الترابط نيو. التردد نيو. ثاني كمية الطول الموجي لاميدا. ثالث كمية السعة كما أنها تؤدي إلى سرعة انتشار الموجة اللي حاصل ضرب التردد في لاميدا. يبقى سرعة انتشار الموجة بتساوي حاصل ضرب لاميدا الطول الموجي في التردد اللي هو نيو. ونقل التفصيل بعد كده. الطول الموجي هو المسافة بين أي نقطتين متتاليتين تتحركان بنفس الكيفية، يعني لهما نفس الطول. يعني إيه كلهما نفس الطول؟ لهما نفس الطول يعني تتحركان بنفس الكيفية، أي الطول هو موضع واتجاه جزيء من جزيئات الوسط عند لحظة معينة. يبقى الطول هو إيه؟ الطول
هو موضع واتجاه جزيء من جزيئات الوسط عند لحظة معينة. دكتور، أي تتحركان بنفس الكيفية. ففي حالة الموجة الطولية بيساوي المسافة بين مركزي تخلخلين متتاليين أو مركزي تضاغطين متتاليين، يبقى ده اسمه طول الموج الموجة الطولية. وفي حالة الموجة المستعرضة يساوي المسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين، ده يسمى طول الموجة المستعرضة. يبقى طول الموجة الطولية هو المسافة بين مركزي تخلخلين متتاليين أو مركزي تضاغطين متتاليين. الموجة المستعرضة هو المسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين. واحد يقول لي ممكن أقول ضعف المسافة بين تخلخل والتضاغط التالي له مباشرة يبقى يساوي طول الموجة الطولية؟ أنا أقدر أقول إن الموجة الطولية بتساوي ضعف المسافة بين التخلخل والتضاغط التالي لها مباشرة. ممكن أقول إن طول الموجة المستعرضة هو ضعف المسافة بين القمة والقاع التالي لها مباشرة. يبقى طول الموجة المستعرضة الرسم قصادنا أهو، قمة قمة، قاع قاع، المسافة بين القمة والقمة التالية لها مباشرة يسمى طول الموج، والمسافة بين القاع والقاع التالي له مباشرة يسمى طول الموج، وضعف المسافة بين القمة والقاع التالي لها مباشرة يسمى الطول الموجي. بالنسبة لطول الموجة للموجات الطولية، الطول الموجي للموجة الطولية هو المسافة بين مركزي تخلخلين متتاليين أو مركزي تضاغطين متتاليين، ده اسمه الطول الموجي للموجة الطولية. التردد نيو، تردد الموجة يساوي عدد الذبذبات في الثانية الواحدة، عدد الاهتزازات الكاملة التي يحدثها الجسم في الثانية الواحدة، ده التردد اللي هو نيو، عدد الاهتزازات الكاملة التي يحدثها الجسم في الثانية الواحدة، اسمه ليه؟ اسمه التردد. زي ما احنا شايفين كده عمل كام اهتزاز؟ بيساوي 4 هرتز، التردد بتاعه 4 هرتز. بيساوي 4 هرتز. هنا عمل اهتزازتين 2 هرتز في الثانية الواحدة، ثانية 2 هرتز. عمل اهتزازة واحدة بيساوي 1 هرتز. يبقى نقدر نقول هنا إن التردد نيو بيساوي 4 هرتز. هنا التردد بيساوي 2 هرتز. هنا التردد بيساوي 1 هرتز طبقا لعدد الاهتزازات الكامله او عدد الذبذبات التي يحدثها الجسم المهتز في الثانيه الايه؟ الواحده. في الموجات المستعرضه زي ما احنا شايفين من الرسمه اللي قصادنا، الموج طول الموج المسافه بين قمتين متتاليتين او المسافه بين قاعين متتاليين. طول الموج المسافه بين قمتين متتاليتين او قاعين متتاليين، وطول الموج ثابت ما بيتغيرش. التردد عدد الذبذبات او عدد الاهتزازات الكامله التي يحدثها الجسم في الثانيه الواحده نيوتن. تمام. بالنسبه للموجات الطوليه، الطول الموج هو المسافه بين مركزي تضاغطين متتاليين او مركزي تخلخلين متتاليين، مركزي تضاغطين متتاليين او تخلخلين متتاليين. وقلنا التخلخل منطقه تتباعد فيها جزيئات الوسط عن بعضها، التضاغط منطقه تتقارب فيها جزيئات الوسط عن بعضها. كده نبقى عرفنا ان الطول الموجي مسافه من نقطه على موجه واقرب نقطه اخرى اليها تتحرك بنفس كيفيتها، تتحرك بنفس سرعتها واتجاهها. وقلنا ان التردد هو عدد الاطوال الموجيه خلال الثانيه الواحده، عدد الاهتزازات الكامله خلال الثانيه الواحده، عدد الذبذبات خلال الثانيه الواحده. التردد رمز نيو، والطول الموج رمزها لامدا. السعه، السعه هي القيمه المطلقه لاعلى مسافه ازاحه تحدثها الموجه، ويمكن تخيلها باعلى ارتفاع تصله موجه تنتقل في حركه.
أو أعلى برق ضغط يحدثه صوت ما في الهواء بإهمال تضاءل شدة الصوت مع المسافة. السعة هي المسافة بين نقطتين في مسار حركة الجسم تكون سرعته في إحداها أقصاها وفي الأخرى منعدمة. يعني لو عندي مثلا موقع دي، لو عنده طول موجي بالشكل ده، يبقى السعة هي المسافة دي. يبقى السعة هي ايه؟ المسافة بين نقطتين، دي نقطة ودي ايه؟ نقطة. المسافة بين نقطتين في مسار حركة الجسم تكون سرعته في إحداها أقصاها وفي الأخرى منعدمة. تكون سرعته في إحداها أقصاها وفي الأخرى منعدمة. بعد كده نبص للساعة في الموجة المستعرضة، رسمة واضحة أوي. احنا قلنا الموجة المستعرضة عبارة عن قمم وقيعان. الساعة هي المسافة من هنا، نص المسافة الرأسية بين القمة والقاع، دي اسمها الساعة. ساعة الموجة المستعرضة هي نصف المسافة الرأسية بين القمة والقاع، يعني هي المسافة من هنا لهنا، دي اسمها الساعة. نصف المسافة الرأسية أو العمودية بين القمة والقاع. الموجات الطولية الساعة بتاعتها هي كثافة المادة في موقعي التضغط والتخلل، دي ساعتها. يعني كثافة المادة ده تضغط وده تخلل، كثافة المادة فيهم دي اسمها الساعة. سرعة انتشار الموجة رمزها V، velocity. سرعة انتشار أي موجة V تساوي حاصل ضرب كل من ترددها اللي هو نيو في طولها الموجي إذا هو لاميدا. يبقى V بتساوي لاميدا الطول الموجي في نيو. وتعتمد سرعة انتشار الموجات الصوت على الوسط الناقل لها، فتكون سرعتها في الغازات أقل ما يمكن، ثم تزداد في السوائل، وتكون أسرع ما يمكن في الأجسام الصلبة. ليه؟ لأن المسافات البينية بين جزيئات الأجسام الصلبة أصغر منها بالنسبة للسوائل، أصغر منها بالنسبة للغازات، فتكون السرعة في الأجسام الصلبة أكبر منها في السوائل، أكبر منها في الغازات. وكذلك تعتمد سرعة الصوت على درجة حرارة الوسط. ليه برضه؟ تعتمد على درجة الحرارة، لأن درجة الحرارة بتؤثر في كثافة الوسط. بزيادة درجة الحرارة بتقل الكثافة، بتقل الكثافة تزداد السرعة، لأن العلاقة بين السرعة والكثافة علاقة عكسية، ودرجة الحرارة بتؤثر على الكثافة. وهناخدها بالتفصيل بعد كده في الدرس اللي بعد كده إن شاء الله. وبالتالي نقدر نقول إن الطول الموجي هو المسافة بين نقطة على الموجة وأقرب نقطة أخرى إليها تتحرك بنفس سرعتها واتجاهها. رمزها لاميدا، وحدة قياسها المتر. التردد هو عدد الأطوال الموجية خلال ثانية واحدة، عدد الاهتزازات الكاملة التي يحدثها الجسم في الثانية الواحدة. رمزها نيو، وحدة قياسها الهرتز. سعة الموجة المستعرضة هي نصف المسافة العمودية بين القمة والقاع. سعة الموجة الطولية هي كثافة المادة في موقعي التضغط والتخلل. سرعة الموجة هي تعتمد على الوسط الناقل لها، أي تختلف سرعة الموجة من وسط لوسط. سرعة الموجة ثابتة في الوسط الواحد. نفهم كده إيه؟ إن سرعة الموجة ثابتة للوسط الواحد. نفهم كده. يبقى تعتمد على الوسط الناقل لها، أي تختلف سرعة الموجة فقط من وسط لوسط. وسرعة الموجة بتساوي طول الموجي في التردد، رمزها V بتساوي لاميدا في نيو. سرعة الموجة رمزها V بتساوي لاميدا في نيو. لاميدا اللي هو طول الموجي، ونيو اللي هو التردد.